على أغنية على أغنية على أغنية مصرية. أنت بتعرف شو اسم الأغنية؟ شوفوا. يلا نفرتك الفرتك. انا ما ادري قديم ما ادري شايب انا يعني انتقد لهذا يقول خليهم يستانسون ايش عليك منهم انت ابو احمد؟ غنوا آية يمه قالوا لا من حقهم يستانسون زين علموهم الرجوله والمرجله والرقص يعني بالرقص العرضه والامور على اغنيه آية يمه واليوم يا خالي وصلنا الى فرتكه والمشكله هذه الاغنيه من الاغاني الهابطه في مصر يعني الناس المحترمة في مصر ما تحب الأغنية هذه في الأعراس الشعبية في أعراس والحبيب من طلبة طلبة متخرجين وأنا على يقين أكثر واحد فيهم جايب 60 يمكن أنا غلطان واحد من جاب 65 بعد الله يوفقهم ونبارك لهم بالتخرج بس مو كذي عاد روحك